نحن هلأ بموسم إن شاء الله داخلين على موسم لتحصيل الحسنات، ولكن بدي أقول لكم شغلي، لحتى يحصل الإنسان الحسنات شو بده يكون؟ أولا بده يكون مؤمن، بده يكون على الإيمان، بده يكون مؤمن، بده يكون مسلم، وزد على ذلك بده يكون مخلص النية لله، وزد على ذلك شرطا ثالثا بده يعمل العبادات من صيام وصلاة وذكر بحيث أن هذه العبادات توافق شرع الله. يعني مثلا هلأ جاي رمضان والواحد محمس بده يذكر مثلا 20,000 مرة بالنهار يا الله، فما بجوز مثلا ياخد الصبح ويقول يا الله يا الله يا الله، لأنه كل مرة عم بيقول يا الله عليه شو؟ عليه معصية، عليه معصية لما يقول يا الله. فهذا ولو كانت نيته صافية انه انا بدي اغتنم، انه هلا انا بدي اعمل شيء منيح برمضان، ولكن هذا الشيء اللي اراد انه يعمله لا يوافق شرع الله، لانه حرف لفظ الجلالة الله فصار يقول يا الله، فهذا حرام. هذا نبه الناس عليه، وعلموا اولادكم من صغرهم انه يلفظوا لفظ الجلالة الله كما ينبغي.